ألم تر إلى الذي حاج إبراهام في ربه أن آتاه الملك إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام شرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجاحك
وتواصوا بالمرحمة.